دي اول مره في حياتي اخرج في نيو يير، بس يا رنا كان نفسها في كده، فقلت لها خلاص عينينا فيلا بينا. هابي نيو يير يا رنوشة. يلا جمعت الزبالة. انت انا خارج، احترمي اللي انا لابسه. نرمي الزبالة ونخرج. تنزليني في المنظر ده كل مرة بالشياكة دي، ماسك كيس الزبالة. يلا يا رنا. والله أمر، والله أمر. يلا الله يهديك، يلا رنا الله يهديك. كانت مالها السنجله بس، كنا باحترامنا. المهم رحنا على المكان ومجهز بقى عدد مفاجآت كبيره لرنا. اول مفاجاه، بصي جايب لك كل الهدايا دي، يعني يلا افتحي بقى اي هديه منهم يا ستي. كل دول ليا. يلا خد خديك البتاع دي. هفتحهم كلهم. حراميه يا جماعه، الست دي حراميه على اساس الديكورات، حراميه. بعد كده شفت اغرب حاجه، تمثال ابو العربي يا جماعه. المهم قلت على ما الحفله تبدا ننزل كده نعمل رحله استكشافيه في المكان، لسه جاي استكشف. بصيت بنني عيني من جوه، لقيت الحفله بتبدا والبوفيه هيروح. قلت لها لا، لقيت الترابيزه كده حاطين شويه حاجات لزوم الاحتفالات. رحت بقى لقيت الايه، البوفيه بدا. قلت يلا ده الحاجات الحلوه، شكلي فيه افتكاسات للصبح. رحنا على الركن الحادق، كل حاجه عاملين تاتش يا جدعان، حاجات انا مش فاهمها وما شفتهاش قبل كده الصراحه، ومعلقين حاجات وشوربه وسلمون وديك رومي وفيليه وميكس جريلاتوس وحاجات كتير. ايه ده، بص لو انت جعان ارجوك اقفل وخليك في الضيط بقى، احنا ايه جايين نتدلع هنا دلوقتي. لقيت في وشي كمان جراد الفسفور، فكرتني بفيلم هاني رمزي زمان جواز بقرار جمهوري. ولقيت شويه حاجات انا مش عارف، عاملين شويه افتكاسات. الصراحه اللي عمل الحاجات دي فنان، شويه افتكاسات انا نفسي مش عارف افتكسها ولا اعرف اسمها، بس الصراحه مش عارف هي شكل بس ولا شكل وطعم. فيلا رنا اتحضر طبقها ونشوف الدنيا بقى هناك ماشيه ازاي، عشان الموضوع كبير. عايزك تعملي طبق تاريخي. تعالوا بقى نشوف رنا اختارت ايه للاكل. جابت شويه حاجات كده، ايه مقبلات وشويه باستات جميله. دخلنا على الايه، السلموناتي، حته سلمونايه، اللحوم فيليه فريش بقى كده جميله. لقيت شويه تركي، رنا ايه ما رحمتش الطبق، شويه ميكس جريلات وشويه كنافات. رنا بتحب تجرب الحاجات الغريبه، ودي طبق رنا. انا بقى رحت جبت حته كده ريب اي مع شويه سمك على شويه سلموناتي برضو على شويه حاجات جميله. فسفور عشان ننور، ظبط لي الدنيا دلع، واحط بقى كل حاجه كده. ويلا بينا نروح على الترابيزه دي طبقي، ويلا بينا نبدا بقى. بصوا احنا مش جايين قايم قوي، احنا جايين نتبسط. فانا عايز اقول لكم على حاجه، ان البوفيه ده مش بيتعمل على طول، هو بيتعمل في المناسبات. فكانت في حاجات كويسه جميله طعمها حلو، وكانت في حاجات ماشي حلوه، وكانت في حاجات مش حلوه او مش ذوقنا الصراحه، لان حاجات كلها افتكاسات تقريبا. يعني في فراخ بالتفاح، انا ما اعرفش ايه فراخ بالتفاح دي، لو انا عملتها تهزقوني تقريبا. رنا بقى ايه داخله في الحاجات كلها بتجربها وحاجات غريبه. انا عايز اوديكم بس ايه نبذه كده، ساعات لما تجرب حاجه غريبه بيحصل ايه، ما هي ايه تيجي تتبسط بعدين تيجي تاكل بقى حاجه غريبه تلاقي الوش ده كده. المهم المكان كان فريندلي جدا، خلصنا وشربنا وظبطنا، قعدنا كده ندي شويه احتفالات كده. بعدين لقيت ورق، انا ما اعرفش ده المفروض حاجه للاطفال، بس قلت كده افتحها كده اشيل الصبغ فيها. بصيت لقيته يا جماعه متقطع من منهج اولى اعدادي، فانا مش عارف جابوه ازاي. جت بقى المطربه عيني قعدت تغني وتعبت، قعدت على الكرسي في الاخر، بس كان يوم لذيذ. جت بقى البيلي دانسر تطلع، لقيت رنا بتبص لي كده وتقول لي لا قوم يلا نحضر ايه الحلو. قلت لها مش وقت، قالت لا دلوقتي. فقلت خلاص يا سيدي يلا نقضي اليوم ونخلص. فضربنا الحلويات كده وقعدنا نحتفل انا ورنا، وبس كده خلاص اليوم خلص، وكل سنه وانتم طيبين يا رب.